أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بالخير والصحة والعافية. سنتناول اليوم درسا في الأدب الحديث، وسنقف عند أهم مميزاته بالإضافة إلى التدرب على بعض الأسئلة المتنوعة في المضمون والأسلوب والرأي. هذا النص سيكون في الأدب الحديث، هل يا ترى سيكون رواية أم سيكون قصة؟ أريدكم أن تخمنوا قبل أن أنتقل إلى المعروضة. سندرس اليوم القصة القصيرة، وبالتحديد سندرس قصة أخي رفيق للكاتب سعيد حورانية. إذن من هو سعيد حورانية؟ أنا قبل أن أدخل في تفاصيل المعروضة والشرائح أريد أن أقول ملاحظة لكم أيها الطلاب، بأنني أو أنكم سوف تجدون الآن الكثير من المواد في هذه المعروضة، وأنا عمدا وضعت هذه المواد ليتسنى لكم في أي وقت تريدون الدخول إلى هذه المعروضة، وأنتم تستطيعون الدخول فيما بعد إلى هذه المعروضة، فأردت أن تجدوا هذه المواد متاحة وموجودة في الموقع لكي تسهل عليكم عملية الدراسة. ولكن لن أتوقف عند كل شريحة وعند كل نقطة في المعروضة، ليس هذا هدفي اليوم. هدفي أن أتوقف عند الأمور الهامة التي تتعلق في أسئلة البيجرود في نموذج الأدب. الآن سعيد حورانية، من المهم جدا أن تعرفوا بأنه كان كاتبا سوريا، وأنه ألف القصص الواقعية، لأننا اليوم سنتناول قصة من قصصه الواقعية، وهي قصة أخي رفيق. لن أدخل في مقدمة الدخول في تحليل القصة، ولكن أنتم تعرفون أن من الذي قرأ قصة أخي رفيق يعلم بأنها تتحدث عن تجربة الموت، وهو موت رفيق. رفيق يكون أخ الراوي سعيد، والموت هو أمر حتمي وواقعي في حياتنا اليومية، وهو يواجه الإنسان في حياته اليومية على أرض الواقع. الآن في دراستنا دائما لأي نص كان لابد أن نتوقف عند عنوان النص، لأن العنوان هو العتبة للدخول إلى النص، ومن خلال العنوان نحن أيضا يمكن أن نخمن ونتوقع العديد من الأمور حتى قبل بدايتنا في قراءة النص لنعرف ما هو المضمون. فنلاحظ لأول وهلة بأن العنوان وهو يبدأ بكلمة أخي سعيد حورانية، لم يقل الأخ رفيق، لم يقل رفيق لوحدها، قال أخي رفيق. وطبعا هنا يوجد غرض، كل مؤلف وكل كاتب وكل شاعر لديه غرض من كل كلمة هو يكتبها. غرض الكاتب هنا سعيد حورانية بأن يقول أخي، أولا هو استخدم الضمير أنا، هو قال أخي، هو لم يقل الأخ، هو لم يقل رفيق هكذا لوحدها. فهنا يستخدم عنصر أيضا، عنصر التشويق، ليشوق ويجذب القارئ لكي يدخل في هذه القصة ويجيب عن عدة تساؤلات. هل هو يتحدث عن رفيق وهو فعلا الأخ البيولوجي للراوي؟ هل هو فعلا أخوه؟ هل هو اسمه الحقيقي أم هنالك دلالة لهذا الاسم رفيق من رفقة؟ وأنا وضعت لكم بعض الأسئلة التي ممكن أن تخطر على بالكم بدءا من العنوان، ومهم جدا أن تعرفوا أيضا بأن العنوان هنا فيه عنصر التشويق، فهو استخدمه سعيد حورانية بدءا من العنوان. تلخيص النص أنا وضعته لكم فقط لكي تنتبهوا إلى الأحداث المركزية في القصة، هذا لمن لم يقرأ القصة بعد، ولكن انتبهوا جيدا وخذوا بنصيحتي هذه على محمل الجد. لابد أن تقرأوا، وأنا يعني لا أنصحكم، أنا أطلب منكم من لم يقرأ القصة بعد أن يقرأها ولا يعتمد على التلخيص. لماذا؟ لأنه في نموذج البيجرود عندما نسأل سؤالا عن المضمون أو عن الرأي أو عن الأسلوب حتى،
أنتم تعرفون أن القصة هي عدة صفحات، ولا يمكن وضع القصة في نموذج البيجروت. لذلك عندما نواجه سؤالاً في البيجروت عن القصة القصيرة وعن قصة أخيرة فيك مثلاً، فنحن نجد اقتباساً من هذه القصة، اقتباس فقرة معينة، وهذا هذه الفقرة يليها بعض الأسئلة. الآن بعض هذه الأسئلة ممكن أن تعود إلى النص المقتبس من القصة، ونستطيع أن نجد الإجابة وبكل سهولة، هذا مفهوم ضمناً، ولكن احتملوا إمكانية وجود بعض الأسئلة التي لا نجد جوابها في النص المقتبس، وهو يعتمد على ذاكرتنا عندما قرأنا هذه القصة. لذلك أنصحكم بقراءتها، أطلب منكم حتى بقراءة القصة، ولا تكتفوا بالتلخيص. النوع الأدبي للنص، أنا أريد هنا أن أقف عند نقطة مهمة، بأن القصة القصيرة التي بين أيدينا الآن هي قصة تنتمي إلى التيار الواقعي، وأريدكم أن تميزوا أمراً مهماً جداً أيضاً، بأن تيار واقعي هذا ليس معناه أن تحدث القصة فعلاً مع الكاتب في سيرته الذاتية. يعني يمكن أن تكون القصة لم تحدث مع الكاتب شخصياً، ولكن مجرد أنها تتناول موضوعاً واقعياً وهو الموت، فهي تنتمي إلى التيار الواقعي. لماذا؟ لأن الموت هو أمر واقعي موجود في حياتنا اليومية ويواجه كل إنسان منا. عندما نتحدث عن هذا النوع الأدبي وهو القصة القصيرة، معظمكم أيها الطلاب، وأنا على يقين تام بذلك، يعلم ما هي عناصر القصة. عناصر القصة: الشخصيات، الأحداث، الحبكة، الزمان، المكان، النهاية، المغزى، هذه كلها من عناصر القصة. أنا وضعتها لكم كلها مع شرح بسيط عن كل عنصر، لذلك لن أشرح الآن عن عناصر القصة. معظمكم يعرف ما هي عناصر القصة، ولكن سأتوقف عند شخصية رفيق. مهم جدا أن تعرفوا بأن رفيق هو الشخصية المركزية. كيف حددنا بأنه الشخصية المركزية؟ لأنه بدءا من بداية القصة حتى نهايتها، الأحداث كلها تدور حول شخصية رفيق، لذلك هو الشخصية المركزية في القصة. طبعا هنالك شخصية الراوي سعيد حورانية، وهذا يزيد من واقعية النص، لأن الراوي اسمه سعيد وهو راون مشرف وراون أيضا مشارك في الأحداث، وهو شخصية من الشخصيات. يعني سعيد حورانية هو الراوي المشرف الذي يعلم بكل الأمور، وهو أيضا مشارك في أحداث القصة لأنه شخصية من شخصياته، وهذا يزيد من واقعية القصة، وسأتحدث عن واقعية القصة فيما بعد. أم توفيق، الأم، الأب، كررت لهم سؤالا سوف نتحدث عنهما فيما بعد. الشيخة أم تحسين التي كانت تصنع الحجاب، الزمان، المكان، السرد والحوار. نعم، هنا أريد أن أتوقف عند أمر هام أيضا. سعيد حورانية مزج ما بين أسلوب السرد الذاتي بضمير المتكلم، وما بين الحوار بنوعيه، الحوار الخارجي عندما كان يريد القارئ أن يطلع على الشخصيات، وكان الحوار موجودا بين الشخصيات، وأيضا استخدم الحوار الداخلي عندما كان الراوي لديه هذا المونولوج والحوار الذاتي مع نفسه. الحوار الذاتي أيضا خصصت له، سأتحدث عنه فيما بعد، لكن أريدكم أن تنتبهوا إلى هذا الأمر، بأن الأسلوب الذي استخدمه سعيد حورانية هو ليس سرد فقط وليس حوار فقط، هو مزج ما بين السرد وما بين الحوار بنوعيه، الحوار الخارجي والحوار الداخلي. وهنا وضعت لكم مثالا للحوار الخارجي الذي دار بين أم توفيق، وهي أم الراوي أيضا سعيد، وبين ابنها عادل. طبعا إحدى أهداف الحوار الخارجي هي لكي يتيح الراوي أو الكاتب للمتلقي بأن يكشف صفات هذه الشخصيات. يعني عندما تحدثت أم توفيق وتفوهت ببعض العبارات، هو أتاح لنا هذه الفرصة بأن نكشف الكثير من صفاتها، وكذلك أبو توفيق، وكذلك أخوه عادل
والكثير من الشخصيات حتى من 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 وصفها ومن طريقة الكلام ومن طريقة لهجة هذه الشخصية نحن كمتلقين نستطيع أن نكشف عن صفاتها. عنصر آخر هو عنصر مغزى، لابد أن يكون هنالك مغزى وقيم مستفادة، هنالك عدة قيم ممكن أن نستفيد منها من خلال القصة ونكشفها في القصة. طبعا أهمية وجود الأخ في حياة الأسرة، عدم الاعتراض على قضاء الله وقدره، هذا كله موجود واستنبطناه من الـ من الـ من القصة. والحيطة والحذر من أماكن مجهولة عندما ذهب رفيق إلى بركة العرقسوس وغرق هناك. ولكن أريد أن أقول لكم يعني بالرغم من أخذ الحيطة والحذر لا مهرب من القدر. أجت على القافية هاي. حبكة النص، ما هي حبكة النص؟ هي الحدث الأعظم المتمثل في قمة الهرم. هون كمان زبطت القافية معنا. إذن حبكة النص هي الذروة، وهي الحدث المركزي الذي يكون في رأس الهرم، هو المشكلة بحد ذاتها. وأين كانت المشكلة في قصة أخي رفيق؟ أين كانت الحبكة؟ الحبكة هي عندما حدثت الفاجعة، وهي المصاب الجلل، وهي موت رفيق أخ سعيد، وهي العقدة. ولكن العقدة بالتدريج نحن نجد لها حلا في القصة، والحل كان لهذه الحبكة والعقدة هي عندما استعدوا للجنازة ودفن رفيق، وبعد ذلك في النهاية أدرك سعيد ما هو المعنى الحقيقي للموت. في النهاية لابد أن أنوه بأن النهاية هي نهاية مفتوحة. لماذا هي نهاية مفتوحة؟ عندما قال سعيد أخذت أبكي بصدق وعنف حتى انطفأت النجوم، هنا أريد أن أتوقف عند هذه العبارة. لماذا قال حتى انطفأت النجوم؟ يعني هنالك عبارات أخرى ممكن أن يستخدمها، ممكن أن يقول أخذت أبكي بصدق وعنف حتى طلوع الشمس، حتى طلوع النهار، حتى طلوع الفجر. لكن ما الفرق بين حتى انطفأت النجوم وبين حتى طلوع الشمس؟ أنا أريد أن أسهل عليكم هذا الأمر لتصلوا إلى الإجابة بأنفسكم قبل أن أتفوه بها. اسألوا أنفسكم، ما هو غرض، ما هو هدف سعيد حورانية عندما قال أخذت أبكي بصدق وعنف حتى انطفأت النجوم؟ ماذا كان يشعر في هذه اللحظة؟ كان يشعر بالحزن. لماذا؟ لأنه عندما دخل إلى غرفة أخيه ووجد حبوب الكرعون فجأة شعر بحزن شديد وأدرك المعنى الحقيقي للموت. وهنا يريد أن يبين لنا ويظهر لنا شعوره بالحزن. لكن عندما يقول أخذت أبكي حتى أشرقت الشمس، هذا التعبير أشرقت الشمس وطلوع النهار يعطينا نوعا من الأمل والتفاؤل، ولكن هو لا يريد هذا، هذا ليس غرضه. هو غرضه الحزن، اليأس، فقدان الأمل برجوع وعودة أخيه، لأنه أدرك أن من يموت لن يعود ولن أراه مرة أخرى. النهاية مفتوحة تفتح لنا المجال في التساؤلات العديدة، يعني كيف كانت حياة سعيد بعد موت أخيه رفيق؟ هل استطاع سعيد وأفراد عائلته تحمل هذه الصدمة؟ هل وجد سعيد إنسانا آخر يشبه أخاه مثلا بعطفه وحنانه؟ هنالك أيضا أمر أريد أن أتحدث عنه، هو الموتيف. الموتيف هو أن نكرر حدث معين أو موقف أو عبارة أو فكرة أو صورة كموتيف الغرق. يعني استخدم كلمة الغرق هنا في عدة سياقات، ولكن في كل مرة كانت كلمة الغرق تحمل معنى آخر. مثلا عندما كان يقول غارقا في الوحل كان يقصد أنه اتسخ بالوحل. عندما كان يقول تغرق في شعري وتشده برفق عن أصابع أخيه رفيق، فكان يريد أن يقول لنا بأن أخاه كان يداعبه وكان يحبه كثيرا. هذا نسميه الموتيف. عندما قال غرقت في الجو، أي دخلت في هذا الجو وأخذت أبكي لأن الجو حولي كان كله بكاء وصراخ. كلنا أيضا من تعلم هذه القصة
يذكر بأن القصة فيها مبنى تدريجي أو مراحل لفهم سعيد الموت، يعني هو مر بثلاث مراحل حتى وصل إلى المفهوم الحقيقي للموت. في المرة الأولى عندما قاموا الأطفال في الريف بمناداته يا سعيد يا سعيد إن أخاك رفيق قد مات، سألهم ما معنى موت، مات ما معنى موت، واعتبره أصلا مزحة، يعني قال لهم بلا عليك، يعني بلا مزاح. فالمرحلة الأولى هو لم يفهم. في المرحلة الثانية هو اعتقد بأن موت أخيه سيفتح له بابا من المتعة وسوف ينفرد بكل أغراضه. والمرحلة الأخيرة هي أنه وصل فعلا لمعنى الموت. نحن يتداركنا الوقت وأريد المرور الآن على الأمور الأكثر أهمية. إذن عندما فهم في المرحلة الثالثة معنى الموت، هنالك عامل رئيسي جعله فعلا يصل إلى هذه الأهم إلى هذا الإدراك، وهو الكرعون. عندما وجد حبوب الكرعون في جيب أخيه في بذلته التي كان يرتديها قبل مماته، هذا الأمر أحدث نوعا تحول الفكري عند الكاتب عند سعيد، فأدرك أن أخاه ليس موجودا والقرعون موجود، ولكن أين أخي؟ أنا لا أرى أخي. إذن فهم أن من يموت لن يعود، وأنه فقد أخاه رفيق إلى الأبد. وهنا أخذ يبكي فعلا بصدق وعنف. وأنا وضعت لكم هنا دلالات أيضا للقرعون. الدلالة الأولى للقرعون، يعني القرعون كما نعلم هو بذور المشمش التي لم تنضج بعد، وأيضا رفيق يعني لم يكن ناضجا ومات في عمر صغير في ريعان شبابه. وأيضا فترة المشمش هي فترة قصيرة، يعني دائما نستعمل هذا المثل في المشمش. وهكذا كان حال رفيق عندما مات، قصفه الموت بسرعة. الآن هنالك أمور ساهمت في واقعية القصة، تحدثت عن بعضها: اللغة العامية، الوصف الدقيق، ذكر الأماكن عندما قال بستان البحصة، بكداش، السرد بضمير المتكلم عندما قال أخي وكان يسرد أيضا بضمير المتكلم، هذا يزيد من الواقعية. القضايا الاجتماعية تناولها سعيد بشكل ساخر، قضية أم تحسين، الجهل بالدين، البكاء كطريقة للتعبير عن الحزن. الآن قبل خروجنا إلى استراحة، أريدكم أن تحضروا كتاب الأدب الحديث، تفتحوا على صفحات القصة القصيرة أخي رفيق، وتحاولوا أن تجيبوا عن هذه الأسئلة في الرأي والقيام. أول سؤال: وصف الراوي أم تحسين بالشيطان، ما رأيك في هذا الوصف؟ علل. هل يمكن اعتبار أن ما كانت تقوم به أم تحسين هو ما يسمى الطب الشعبي؟ وضح. طبعا هنا يوجد خطأ مطبعي، أم تحسين. كيف تحلل جملة الراوي: بكيت لأن أمي تبكي؟ أريدكم أن تحضروا قلما وورقة وتسجلوا هذه الأسئلة وتحاولوا الإجابة عنها، وبعد الاستراحة سوف أساعدكم في الحل إن شاء الله. نخرج الآن إلى استراحة مدتها 10 دقائق، وبعدها نعود لنتابع درسنا لليوم.
أعزائي الطلاب، إذا عدنا والعود أحمد. الآن طلبت منكم قبل الاستراحة بأن تحضروا ورقة وقلم وتسجلوا الأسئلة وتحاولوا الإجابة عنها. الآن سوف نتناول هذه الأسئلة ونحاول الإجابة عنها مع بعض. السؤال الأول يقول: وصف الراوي أم تحسين بالشيطان، ما رأيك في هذا الوصف؟ علل. يعني لا يكفيني أن تعطيني إجابة بأنه وصفها بالشيطان لأنها مثلا كانت تقوم بأمور أو تصنع الحجاب، لا، علل. أنا أريد أن تعلل وصفك هذا أو إجابتك هذه، لماذا وصفها بالشيطان؟ الآن أنا أتمنى أن معظمكم يكون قد أجاب إجابة منطقية عن السؤال. أنا سأجيب أو أعطي نموذجا للإجابة عن سؤال في الرأي كهذا السؤال. يعني نحن نربط، كما قلنا، نربط دائما السؤال في مضمون النص. أم تحسين ما هو كان دورها في القصة؟ هي كانت تقوم بصنع حجاب، وكانت تستغل أم توفيق، هي أم الراوي سعيد، كانت تستغلها ماديا وتوهمها بأن الحجاب كان يعني يستطيع، أن الحجاب تدعي بأنه هذا الحجاب أنه يشفي سعيد من نزيف الدم الذي كان يصيبه في أنفه. إذن هذا عمل نحن نعتبره عملا شيطانيا، نعم، لذلك وصفها بالشيطان. هو قال تبدو كالشيطان لأنها كانت تفعل أمورا شيطانية، كانت تتعامل مع ما يسمى بالملك الأحمر وتصنع حجابا وتتمتم بكلمات وتعابير غير مفهومة، فهي كانت تتبع الشعوذة والسحر والخزعبلات والحجاب والعياذ بالله، وهذه أمور شيطانية، لذلك وصفها بالشيطان، وهو الوصف الأنسب لامرأة يعني كانت تستغل الناس البسطاء وتفعل مثل هذه الأمور الشيطانية. هل يمكن اعتبار أن ما كانت تقوم به أم تحسين، وقلنا هنا يوجد خطأ مطبعي، أم تحسين هو ما يسمى بالطب الشعبي، هل يمكن اعتبار ذلك طبا شعبيا؟ أنا حسب رأيي لا يمكن أن أعتبر عملا شيطانيا مثل الذي كانت تقوم به أم تحسين. هو طب شعبي، الطب الشعبي له فوائده، ونحن لا نستخدم بالطب الشعبي الملك الأحمر، ولا نستخدم خزعبلات، ولا نستخدم أمورا خرافية، بل هو طب نستفيد منه، وما زلنا حتى الآن نستخدم الكثير من الأمور في الطب الشعبي. لذلك لا يمكن أن نعتبر بأن ما كانت تقوم به أم تحسين هو طب شعبي، لا يمكن أن نسميه طبا شعبيا. كيف تحلل جملة الراوي بكيت لأن أمي تبكي؟ الراوي يعني هذه الجملة وردت على لسان الراوي سعيد وقال بكيت لأن أمي كانت تبكي. أنت كيف تحلل هذه الجملة؟ لماذا قالها؟ إذن ما هو الغرض هنا؟ أيضا نستطيع أن نعتبر هذا السؤال. قالها لأنه لم يفهم في هذا الوقت، في ذلك الحين، معنى الموت. هو عندما ذهب إلى بيته ووصف طبيعة العزاء في بيته ورأى أمه تبكي، هو أخذ يبكي، ولكن لم يبكي لأنه كان حزينا، هو بكى فقط لأنه رأى أمه تبكي، وهو كان طفلا صغيرا، يعني عندما يرى أمه تبكي سوف يبكي، فبكى لأنه لم يفهم معنى الموت، بل لأن الجو حوله كان كله بكاء وصراخ، وكان يعني يبكي مجاملة لهذا الجو الذي كان حوله. إذن الخصائص الأسلوبية، الآن سأنتقل إلى أمر آخر بعدما تعلمنا أو تذوقتم يعني ولو ببساطة كيف نجيب عن أسئلة الرأي. سوف أنتقل إلى الخصائص الأسلوبية في النص.
هنالك خصائص أسلوبية في القصة القصيرة أيضا. هنا في قصة أخرى فيك استخدمها الكاتب سعيد حورالية، استخدم أسلوب الاستفهام. والآن أريد أنا أن أطرح عليكم الأسلوب، وأيضا أريدكم أن تفكروا معي في نفس الوقت ماذا يمكن أن يكون الغرض من هذا الأسلوب. وأنوه أن الغرض هو ليس غرضا عاما. من المهم جدا أن نربط ما بين الغرض المراد من الأسلوب في السياق الذي جاء فيه هذا الأسلوب، وأن نربطه بالمضمون الذي جاء في هذا الأسلوب. يعني عندما أتحدث عن أسلوب الاستفهام، أنا لابد أن أجد مثالا لأسلوب الاستفهام في القصة، وهنا وضعت لكم مثالين، وأحدد الغرض حسب هذا المثال، حسب هذا السياق، وحسب هذا المضمون ماذا أراد. وأريد أن أعطيكم نصيحة مني، حاولوا أن تسألوا دائما عن الغرض بكلمة لماذا. يعني لماذا وضع هذا الأسلوب؟ ما هو هدفه؟ لماذا وضعه؟ ماذا يريد؟ ما المراد من وراء هذا الأسلوب؟ إذا عرفتم الإجابة عن هذا السؤال الذي بدأتموه بلماذا، إذن أنتم وصلتم للغرض. وأنا رأيت أن هنالك التباس عند الكثير من الطلاب للأسف في تحديد الغرض الخاص. أي الطلاب يكتبون غرضا عاما، وهذا ليس هو المطلوب بالذات في سؤال البيجروت، لأن السؤال في البيجروت دائما هنالك 4 أسئلة في النص. إن كان السؤال جيم يسأل عن الأسلوب الموجود أو تحديد أسلوب معين، أسلوب بلاغي معين في النص، فلا بد أن يكون البند الذي يليه عندما يريد الغرض، يريد هذا الغرض من المثال الذي وضعتموه والأسلوب الذي وضعتموه في البند الذي سبقه في البند جيم. لذلك يريدون منا غرضا خاصا وليس غرضا عاما. ونحن كلنا تناول يعني أخذنا وشرح لنا أغراض، ما هو الغرض من الاستفهام، ما هو الغرض من المناداة أو النداء، ما هو الغرض من الكناية الاستعارة وكل الأساليب. ولكن هذه الأغراض التي تعلمناها هي أغراض عامة، نحن نستخدم هذا الغرض العام الذي تعلمناه، يساعدنا، هو وسيلة مساعدة لنا تساعدنا إلى أن نصل إلى الغرض الخاص. وكيف؟ قلت لكم تسألون بلماذا وتربطونه بالمضمون، وهذا يعني أمر في غاية الأهمية، لذلك أنا أركز على هذا الأمر. إذن سوف نتدرب بما فيه الكفاية على استخراج الغرض الخاص وكيفية تحديده. في القصة ورد أسلوب الاستفهام، وقال يعني هذه الجملة وردت على لسان رفيق عندما قال لأخيه سعيد: أريدك أن تذهب معي إلى البرية، هل تريد أن تذهب معي؟ هل أنت شجاع؟ إذن اسألوا لماذا قال رفيق لسعيد: هل تريد أن تذهب معي؟ هل أنت شجاع؟ لماذا قال له ذلك؟ لماذا سأله هذه الأسئلة؟ أريد منكم التفكير بالإجابة. إذن أول خطوة نسأل: لماذا قال رفيق لأخيه سعيد هذه الجملة الاستفهامية؟ لأنه كان إنسانا حنونا جدا وعطوفا، وهو الأخ الأكبر الذي يكبره ب5 أعوام، وكان يصطحبه معه دائما إلى البرية. فأراد الراوي أن يظهر لنا هذه العلاقة بينه وبين رفيق، وأراد أن يظهر كيفية تعامل رفيق مع أخيه سعيد، وكيف بأي لهجة يتحدث معه، ليعكس هذه العلاقة الجميلة بينهما. استخدم أيضا سعيد حورانية أسلوب النداء. الآن انتبهوا جيدا، عندما استخدم أسلوب النداء هنالك يعني في عبارة يا سعيد هنالك نداء، وفي عبارة يا أم توفيق أيضا هنالك نداء. إذن هل الغرض هو نفس الغرض؟ كلا، لدينا نفس الأسلوب ولكن الغرض ليس نفس الغرض. لماذا؟ لأنني كما ذكرت سابقا يجب أن نربط الغرض بالمضمون وبالسياق.
إذن ما الغرض من كلمة من عبارة يا سعيد، وما الغرض من الأسلوب أسلوب النداء في يا أم توفيق؟ تعالوا نستذكر معا من قال يا سعيد، من قام بمنادات سعيد وقال يا سعيد يا سعيد إن أخاك مات؟ من الذي قام بمناداته؟ الأطفال في الريف عندما كانوا يركضون نحو سعيد وأرادوا، ماذا أرادوا إخباره؟ هم قاموا بمناداته يا سعيد. طبعا نحن تعلمنا غرضا عاما لأسلوب النداء وهو لفت الانتباه مثلا أو الإخبار بشيء ما. إذن هذا غرض عام، إذا كتبتم هذا الغرض العام على مثال أو على أسلوب النداء في يا سعيد لن تأخذوا العلامة كاملة، سوف تأخذوا ثلث العلامة فقط. لماذا؟ لأنه هذا غرض عام، أنا لا أريد هذا الغرض، أنا أريد الغرض المتعلق بسعيد. ما هو الغرض؟ لماذا نادوا عليه؟ والإجابة بسيطة جدا، قاموا بمنادات سعيد كي يخبروه بأن أخاه رفيق مات. إذن هذا هو الغرض، هذا غرضهم، هذا ما أرادوه، قالوا يا سعيد يا سعيد ليلفتوا انتباهه ويخبرونه بأن أخاه رفيق مات. إذن هذا هو الغرض، أمر بسيط جدا أن نحدد الغرض الخاص. يا أم توفيق أيضا نداء. طب ماذا النداء؟ ماذا هدف هذا النداء في يا أم توفيق؟ ما هو الغرض؟ من قال يا أم توفيق؟ من الذي ناداها هنا؟ وزوجها أبو توفيق. إذن نسأل نفس السؤال، لماذا أبو توفيق قام بمنادات زوجته يا أم توفيق؟ ماذا أراد منها؟ هنا نحدد ماذا أراد منها. الإجابة على سؤالنا هذا هو الغرض. إذن أجيبوا أنتم، لماذا نادى أبو توفيق على زوجته وقال يا أم توفيق؟ ماذا قال لها بعد ذلك؟ قال لها استغفري ربك إن الله مع الصابرين، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إذن ماذا أراد؟ ماذا غرضه؟ لماذا هو أراد لفت انتباهها؟ نعم، ولكن هذا غرض عام. ماذا أراد بعد ذلك؟ أراد لفت انتباهها لماذا؟ لأي شيء؟ أراد أن يصبرها، أراد أن يواسيها، أراد أن يتلو عليها بعض الآيات القرآنية ليؤكد لها بأن ما حصل لي لابنها رفيق ما هو إلا قضاء وقدر. نحن نعم يجب أن نحزن، ولكن كوني هذه المرأة الصبورة. يعني هو أراد أن يقولها بأنه يشعر معها، ولكن هذا أمر يعني من الله سبحانه وتعالى، وهذا قدر، قدر الله. أراد أن يصبرها ويواسيها، وهذا هو غرض النداء. إذن سوف نعود ونقارن هنالك نفس الأسلوب، وهو أسلوب النداء، ولكن في كل مرة نرى أن الغرض لهذا الأسلوب كان مختلفا. لماذا؟ لأننا في كل مرة ربطنا الغرض بسياق النص، بالسياق الذي جاء فيه هذا الأسلوب وبمضمونه. سنتدرب كفاية. الآن لدينا أسلوب بلاغي آخر وهو الطباق. أين كان يوجد الطباق؟ عندما كان يتحدث الكاتب عن قضية لعب الأطفال، كانوا يلعبون ببذور المشمش بالحلال والحرام، وكانوا يلعبون ببذور المشمش بالزوج والفرد. هذا يدل على أنهم كانوا يميزون بين الحق والباطل وبين الحلال والحرام، وهذا هو غرض الراوي، أن يبين لنا الاختلاف بين أمر وآخر، وهذا غرض عام. وهنا أراد أن يبين لنا الفرق بين الباطل وبين الحق، وأن الأطفال كانوا يميزون بين الحق والباطل. الكناية، إذن استخدموا أسلوب الكناية. أين يوجد هنا كناية؟ عندما قطبت الأم جبينها وقالت لابنها سعيد اخرس. لماذا قالت له اخرس؟ إذن نحن كي نحدد الغرض، إما أن نتذكر أين وجد هذا الأسلوب في أي سياق ومن قاله، إذا لم يكن النص أمامنا. وإذا كان النص أمامنا نحن نذهب إلى هذا الأسلوب، وعادة عندما يكون سؤالا عن الأسلوب عادة ما يكون النص أمامنا ونستطيع أن نتطلع على ذلك الأسلوب أمامنا. إذا تطلعوا عليه، قطبت أمي جبينها وقالت اخرس. الأم عندما قطبت جبينها، هذا كناية عن ماذا؟ أنها كانت فرحانة، سعيدة، حزينة، غضبانة،
قطبت جبينها. من الذي يقطب جبينه؟ هو الإنسان الغاضب، ولكن ليس هذا هو الغرض. هذا دلالة هذه الكناية، دلالتها الغضب، كانت غاضبة، لكن غاضبة من ماذا؟ ما هو الغرض بالتحديد؟ أريد منكم أن تصوغوا لي الغرض بشكل سليم، كما تحدثنا قبل قليل كيف نجد الغرض. إذن هي قطبت جبينها وقالت لابنها سعيد: اخرس، سوف تأتي أم تحسين لتصنع لك الحجاب. إذن هنا الغرض غضب أم توفيق على ابنها سعيد وسيطرتها عليه لأنها قطبت جبينها بغضب. ويريد الراوي هنا أن يوصل للمتلقي بأنها كانت غير راضية وكانت غير موافقة على ذهاب سعيد إلى البرية مع أخيه رفيق. هنالك أيضا تشبيه، وهنالك استعارة، هنالك أسلوب النفي، لن تذهب، وهنا غرضه بالضبط كغرض عندما قالت له إخراس، وهناك تشبيه، هنالك تمني يا ليتني مت من قبلك. ما الغرض هنا عندما قالت أم توفيق يا ليتني مت قبلك؟ هنا غرضها الحسرة وعدم تقبل الصدمة، حتى أنها يعني تمنت أنها لو أنها ماتت قبل ابنها. سأعطيكم سؤالا في المضمون لأن الوقت يلاحقنا. سؤال في المضمون، يعني هنالك فرق واضح بين نظرة الأم ونظرة الأب لموت رفيق. في ألف أريد أن تقارنوا بين رد فعل كل من الوالدين تجاه موت ابنهما، يعني رد فعل الأم ورد فعل الأب. وهنا لابد أن ننوه بأن هنالك فرق بين البند ألف والبند باء، وهذا ما يلتبس على بعض الطلاب بأنهم لا يعرفوا الفرق بين ألف وباء ويقولون ما يعني ألف وباء نفس المضمون، فيجيبون على ألف وباء نفس الأجوبة، وهذا خطأ. في ألف أنا لم أطلب الأسباب، لذلك لا عليكم أن تذكروها. في ألف أنا أطلب فقط أن تصفوا رد فعل الأم ورد فعل الأب. إذا رد فعل الأم هي أنها لم تتقبل الفكرة وأخذت تتفوه بأمور تافهة، لا يعني لا تمت للإيمان بالقضاء والقدر بأي صلة. والأب كان صبورا، كان يتفوه بالآيات القرآنية، كان يتلو الآيات القرآنية ليصبر نفسه وليصبرها، وكان يقول قل لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا. وهنا أنتم يعني يجب ألا تذكروا الأسباب بأنها قالت ذلك لأنها كانت غير مؤمنة بالقضاء والقدر وغير صبورة، والأب قال هذه الأمور لأنه كان مؤمنا. هذا أريده في البند باء. لذلك عليكم أن تقرأوا دائما السؤال جيدا وتجيبوا على قدر السؤال، ماذا يطلب السؤال. إذن في باء أنا أحدد الأسباب وأبينها، أشرحها، أن سبب تصرف الأم هو نابع من ضعف إيمانها بقضاء الله وقدره، وسبب تصرف الأب هو نابع من إيمانه وتقبله الفاجعة بقلب صبور. هو كان حزينا ولكن كان صبورا. الآن نجد أسلوب الحوار الذاتي. هذا سؤال في الأسلوب، أريد أن تعطوني مثالين لأسلوب الحوار الذاتي، وأنا أعطيت هنا مثالين لأسلوب الحوار الذاتي عندما كان رفيق يتحدث سعيد يتحدث مع نفسه. الآن ما الغرض من استخدام الحوار؟ عندما قال سعيد فكرت في المدرسة، لا شك أنني لن أذهب إليها إلا بعد أسبوع، هنا أراد أن يوضح لنا بأنه لم يفهم معنى الموت بعد، وكان يتخذ موت أخيه رفيق بأنه بوابة للمتعة وسوف يعني ينفرد بكل أغراض أخيه. أنا وضعت لكم مثالين، ووضعت لكم الغرض من المثال الأول والغرض من المثال الثاني، بالرغم من أنه مطلوب بالسؤال أن تبينوا فقط غرضا واحدا من أحد المثالين، فأنتم يجب أن تبينوا فقط غرضا واحدا من أحد المثالين. أنا أعطيتكم هنا غرضين من كلا المثالين. الآن نحن وصلنا يا طلاب الأعزاء إلى نهاية الدرس إلى هذا اليوم. أنا أعلم بأن المعروضة مليئة بالمواد، ولكن أنا أتمنى منكم أن تدخلوا في كل وقت إلى المعروضة وتدرسوا، وأتمنى لكم كل النجاح والتوفيق من رب العالمين. أنا علي أن أنهي الآن مع تمنيات لكم بالنجاح والتوفيق وحفظا من الله عز وجل. دمتم سالمين.